يقول السائل: بعض زملائي في العمل يسمعون كثيرا قصيدة البوصيري ويقولون إن فيها أخطاء لكن فيها خير كثير. ما فيها خير، كذابين، ما فيها خير، فيها الشرك الأكبر والعياذ بالله. وين الخير اللي فيها؟ قل لهم ما فيها خير، عليهم التوبة إلى الله عز وجل قبل أن يموتوا على هذا. نعم.